السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب. امبارح كنت في المواصلات فدار مشكلة بسيطة ما بين واحد مشغل قرآن وواحد مشغل أغاني، فحبيت بس أكلم حضرتك من باب وأذكر حضرتك أهل العلم وشيخنا جميعا، يعني حضرتك بس يعمل فيديو صغير وخلي الشباب القائمين على خدمة صفحة مع حضرتك بس يعملوا لنا مقطعين على اليوتيوب وفيسبوك كده عشان ايه؟ لاجل الاغاني يعني؟ حضرتك تحس الساده السائقين ان هم بس يشغلوا قران بدل الاغاني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا يا شيخ. شكرا. ان شاء الله. الله يسلمك.